وين انا التاكسي تفرس لي والصديق ديالي او مدفون. هذه هي المغرب ديالنا، ما كنهضروا في السياسه، ما حنا كتاب، حنا صنايعيه تقليديين، باش يعملوا لنا هاد السياده تكرفصوا علينا بهذه الطريقه. وكنطالب البحث في الموظفين دار الصنائع من هادو اللي مضاو عليا انا، ماشي نوريها لك الاستاذ، كنطالب معهم التحقيق فيهم. دابا انت هنا كتدي الحاجه في المتحف، المتحف مشى بيد السلاح، بيد السلاح التقليدي مشى من المتحف، مشى كبير منقوش بالعبريه، المتحف خرطوه كلاوه ماكله، فهمتي؟ وهادشي هذا كامل نقدروا نجيبوه اذا فتحتوا التحقيق يا مؤسسات المتاحف اللي مكلفه على محمد السادس، فتحوا التحقيق، دخلوا، ما تبقاش تطلعوا الطلا وانا هاو كيتجبد دابا هاو كيتصلح المتحف باب العقده. هاي الخساره هذه الفلوس، المتحف كخصو ولادو، المتحف كخصو الاثار ديالو، التراث ديال البلاد فين هما؟ اللي كليت عليهم في طهري انا وتتهمت فين هما؟ الزرابي اللي دار الصنعه والسيوفه والخنازر فين مشى هذاك الشيء؟ فين مشى؟ فين مشى؟ ولكن غادي يجي باذن الله مهما انا بنروح. وكنطلب وزير الثقافه يصيفط لي الناس يعمل لي التحقيق مع هاد الموظفين. هاد باريس تطوان هي واحد الرحمه وداها النوع وداها خلوها لنا، كنجيو نفرغوا علينا القلب ديالنا. الحسابات ما كيخليوهاش الظلامات، حنا عندنا الظلامات بزاف.